تحياتي لكل زوار وأعضاء القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنبدأ معاكم سلسلة عن أجرأ النجمات اللي قدمت أدوار جريئة جدا، سواء في السينما المصرية أو العربية أو الأجنبية، وكان الهدف الأساسي من المشاركة في هذه الأدوار الهدف الأول هو المال والهدف الثاني هو الشهرة. والكلام ده مش كلامي ولكن كلام بعض النجمات اللي كانت طالعة في لقاء تلفزيوني أو في مؤتمر صحفي وقالوها بوضوح. احنا قمنا بالمشاركة في هذه الأدوار الجريئة جدا بهدف المال أو الشهرة. في بعض النجمات اللي صرحت في لقاء تلفزيوني وقالت إن في بعض الأفلام تعتبر نقطة سودة في حياتها، وهي ندمانة بالفعل على المشاركة فيها. في كل فيديو أو في كل نجمة هنتكلم عن سيرتها الذاتية، هنتكلم عن المعلومات الشخصية والمعلومات العامة والأعمال اللي قامت بيها وحكاية الفيلم اللي يعتبر نقطة سودة في حياتها. طبعا سلسلة جميلة جدا، يا ريت تتابعونا فيها. يا ترى هنبدأ بأي نجمة؟ احنا في بدايتنا الأول هنبدأ بنجوم السينما المصرية، وبعد كده هنبدأ بنجمات السينما العربية، وبعد كده إن شاء الله هنبدأ بنجمات السينما الأجنبية. طبعا أول نجمة هنبدأ بيها في السلسلة اللي هنقدمها على القناة هي النجمة الكبيرة ناهد يسري. طبعا النجمة ناهد يسري طبعا نجمة كبيرة جدا، معروفة بالأدوار الجريئة اللي قدمتها في فترة الستينيات والسبعينيات، وهي نجمة محبوبة جدا. هنتعرض عن هنعرف طبعا أكتر الأزمات اللي تعرضت ليها خلال مشوارها الفني. طبعا أول شيء هنتكلم عنه هو المعلومات الشخصية. يا ترى ناهد يسري اسمها الحقيقي ايه؟ اسمها طبعا عند الولادة هو ناهد حسن شكري، وتاريخ ميلادها هو 6 فبراير 1947. الجنسية طبعا مصرية، والمهنة معروفة، هي ممثلة مشهورة جدا. اتسمت الأدوار اللي قدمتها في السينما المصرية بالأدوار الجريئة جدا، واللي تم تصنيفها على أنها أفلام للكبار فقط. قامت ببطولة عدد كبير من الأفلام في السينما المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات، واتسمت مشاهد بعض هذه الأفلام زي ما قلت بالجراءة. قدمت أكتر من 20 فيلم، ولكن أغلبهم أدوار جريئة جدا، وتم منع عرضها في السينما المصرية بسبب المشاهد الجريئة اللي كانت موجودة فيه. بدأت مشوارها الفني عام 1968 مع سامية شكري، وعلى فكرة سامية شكري دي أختها الكبيرة، وقامت بالمشاركة في عدد من المسلسلات، كان أشهرها مسلسل الكنز في عام 2010. تم تكريمها في الكويت من طرف رئيسة إحدى المنتديات الليبرارية، آسف الليبرارية، الليبرارية، وكان اسمها نجلاء النقي. هنقول بعض الأفلام اللي قامت بالمشاركة، طبعا احنا مش هنقول كل الأفلام، ولكن هنقول جزء من الأفلام المهمة اللي قامت بالمشاركة فيها النجمة الكبيرة ناهد يسري. قامت بفيلم شاطئ المرح، وده كان في 67، ونساء بلا غد في 68، وفرسان الغرام في 68، وفيلم عدوية في فيلم 68، وفيلم نص ساعة جواز 69، وفيلم مغامرة شباب في سنة 70، وحب المراهقات في 71، وفيلم مهمة صحفية في 71. تقريبا كان كل عام كان بيبقى ليها فيلم أو 2. من أشهر الأفلام طبعا اللي قامت بالمشاركة فيها النجمة الكبيرة ناهد يسري هو فيلم سيدة الأقمار السوداء، وده كان عام 1971، وده يعتبر الفيلم اللي هو نقطة سودة في حياة النجمة الكبيرة. والكلام ده قالته في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وقالت الفيلم سيدة الأقمار السوداء يعتبر من أسوأ الأعمال اللي قامت بالمشاركة فيها بسبب المشاهد الجريئة. وبالتأكيد في نهاية الفيديو هنعرف قصة الفيلم ده إيه ومين اللي قام بالمشاركة معاها. الفيلم الثاني هو امرأة من نار، وكان في عام 72، وفيلم الأضواء في 73،
وفيلم عندما يغني الحب في 73، وفيلم لغة الحب في 75، وفيلم لا شيء يهم في 84، وفيلم الطماعين وكان في عام 90. ويمكن في فيلم تاني مشهور ليا هو فيلم اختفاء زوجة، وكان أيضا في عام 90، 1990. في خلال مشواره الفني ما قدمش غير مسلسلين بس، هو مسلسل الكنز في 79، في 69، والمسلسل الثاني عندما يشتعل الرماد، وكان في 73. قدمت 20 فيلم، ولكن في المسلسلات قدمت 2 بس. انتقلت ناهد يسري لبيروت في عام 1970 مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين لدولة لبنان. ويا ترى هجرتهم كانت ليه؟ زي ما قلت في البداية كانت أدوار جريئة جدا بيقدموها، وكانت مرفوضة في المجتمع المصري، فكانوا بيروحوا للسينما اللبنانية ويقوموا بعرض الأفلام الجريئة جدا هناك. طبعا ما كانش في موضوع مصنفات في السينما اللبنانيه، وكان اي عمل جريء كان بيتم نشره او عرضه من غير اي قيود. لكن السينما المصريه لا، كانت بتحط قيود، لو في اي فيلم في مشاهد خارجه بيقول لك ممنوع عرضه. طبعا تالقت في السينما اللبنانيه في ادوار الاغراء والادوار الجريئه جدا. في عام 1971 قدمت مقلب حب والحب سنة وامرأة من النار وسيدة الأقمار السوداء. الأفلام اللي أنا قلتها دي كلها قدمتها فين؟ في السينما اللبنانية، مش في السينما المصرية، واللي كان هيتم منع عرضها. طبعا اتعرضت لحادث سير خلاها تعتزل الفن. في عام 1974 تعرضت الفنانة الكبيرة ناهد يسري لحادث كبير جدا أدى لوفاة صديق مرافق ليها، واللي تشوه بسيط في الوجه، وجهها هي طبعا. تمام، بعد ذلك اتخذت قرار الاعتزال، وكان السبب الاساسي هو الحادثة اللي تعرضت ليها، وتأثرت بما حصل في الحادثة ووفاة صديق مقرب ليها. ده كان سبب ليها حزن كبير جدا، وقالت انا هعتزل الفن ومش هشارك في اي عمل فني تاني. غابت النجمه الكبيره ناهد يسري بعد الحادث عن الساحه الفنيه لاكثر من 10 سنين، وبعدها عادت في منتصف الثمانينيات، فتره الثمانينيات عادت مره تانيه بافلام، ولكن ما شاركتش فيها، او اسف هي ممكن تكون شاركت فيها ولكن من انتاجها، وتحديدا بالفيلم التلفزيوني الشيطان يسكن بيتنا. الفيلم ده من انتاج النجمة الكبيرة ناهد يسري. بعدها اعتزلت مرة تانية، اعتزلت النجمة الكبيرة ناهد يسري التمثيل مرة اخرى في عام 1990 مع بعض الشائعات اللي طالتها خلال هذه الفترة. افادت انها قررت ارتداء الحجاب، ويقيل انها تبرأت من تاريخها الفني، خصوصا في الفترة اللي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات. والكلام ده اللي انا قلته في الاول، في بعض النجمات اللي كانت ندمانة جدا على الاعمال اللي قدمتها، او بعض المشاهد اللي كانت جريئة وندمانة على المشاركة فيها. بعدها طلع تصريح او بيان منها، قيل انها صرحت في لقاء صحفي انها لم تؤمن بفرض الحجاب. الكلام ده طبعا احنا مش عارفينه على لسانها ولا على لسان بعض الصحفيين اللي طلعوا الكلام ده على لسانها هي، ولكن هي بتقول انها لا تؤمن بفرض الحجاب الا بعد قراءتها لسورة النور. يعني قبل كده ما كانتش تؤمن بموضوع الحجاب، ده شيء طبيعي، يعني انت فنانة شايفة بتقوم بأدوار جريئة جدا في السينما، هتؤمن ازاي بالحجاب؟ ولكن المحطة اللي وقفت عندها أول ما قرت سورة النور، قالت إن الصورة دي غيرت حياتها، وبالتالي بعدها على طول اتجهت إنها تلبس الحجاب.
وقالت ان جوزها ما اجبرهاش على ارتداء الحجاب، ولكن هي اقتنعت اقتناع شخصية، وفي نفس الوقت ما غصبهاش على الابتعاد عن الوسط الفني زي ما بعض الناس كانت بتقول ان سبب ارتداء الحجاب للنجمة الكبيرة نادي يسري هو جوزها، وسبب بعدها او اعتزالها هو ايضا جوزها. هي صرحت وقالت جوزي ما غصبش عليا لا في الحجاب ولا في الاعتزال، ولكنها اختارت ذلك بإرادتها، وقررت نهى جسري تكريس حياتها لجوزها ولبيتها طبعا. كما كشفت انها ادت فريضة الحج 7 مرات والعمرة 29 مرة. ليه يعني ان هي قامت بالحج 7 مرات والعمرة 29 مرة؟ طبعا هي قالت بهدف نيل غفران من الله، وده يوضح ان كلامها كانت بتقوله حقيقي 100%، ان بعض الاعمال اللي قامت بيها كانت ندمان عليها. طبعا ناهد يسري من الممثلات الجريئة جدا سواء في فترة الستينيات او السبعينيات. قدمت ناهد يسري العديد من الافلام المصرية واللبنانية المشتركة اللي اعتمدت على المشاهد الجريئة جدا والاغراء القوي. اغلب الناس اللي بتسمعنا دلوقتي طبعا شاهدت اكتر الافلام لناهد يسري. عرفت وأداها بأدوار الإغراء واللي تم تصنيفها للكبار فقط، حتى أغلب الأفلام اللي كانت بتقوم بيها كان بتلاقي مكتوب عليها رمز كده 18، بمعنى اللي شاهد أفلام ناهد يسري يكون فوق 18 سنة. طبعا هي كلمة كانت مكتوبة على الفيلم، لكن انت يعني مش هتقدر تتحكم. اي ناس اي بني ادم هيدخل حتى لو كان عنده 10 سنين هيدخل وهيتفرج على الفيلم، وده لسبب ان تم منع الافلام كتيرة جدا في السينما المصرية، ولكن تم عرضها في السينما اللبنانية. طبعا من اشهر الافلام عشان ما اطولش عليكم واللي يعتبر نقطة سودة في حياتها هو فيلم سيدة الاقمار السوداء الشهير جدا. طبعا هذا الفيلم ما تمش عرضه في السينما المصرية بسبب اعتراض الرقابة المصرية عليه، بسبب احتواء على مشاهد خارجة او تم تصنيفها للكبار فقط، ولكن هي ما تمش حذف المشاهد، تم منع عرض الفيلم نهائي. وقالت الرقابة ان ده الفيلم ده لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري. بعد ما منعته الرقابة تم تهريب الفيلم في شرائط فيديو كاسيت، وتم إطلاقه في السينما اللبنانية بالتحديد في عام 1972، لكن بشرط حصر مشاهدته على الكبار فقط، ما زاد من رواجه التجاري. طبعا أول فيلم لما بيكون عليه مكتوب عليه الكبار فقط بيكون عليه رغبة إنك أنت تتفرج عليه، سواء ممنوع مش ممنوع لا بتتفرج عليه. ما هو المثل بتاعنا بيقول ايه؟ الممنوع مرغوب. الفيلم ده كان عليه نسبة مشاهدة عالية جدا، ده طبعا في السينما اللبنانية في الأول، لأن هو في السينما المصرية تم منع عرضه. لكن ايه حكاية الفيلم اللي ندمت عليه النجمة الكبيرة ناهد يسري؟ طبعا بيحكي الفيلم قصة عايدة اللي بتقوم بدورها الممثلة الكبيرة ناهد يسري، الفنانة الفقيرة التي ترغب بالخروج من عالم الفقر عن طريق الزواج من رجل أعمال غني جدا وهو سامي، واللي كان بيقوم ببطولته النجم الكبير عادل أدهم. لكن في نفس الوقت بتحب شاب فقير جدا واللي هو الفنان الكبير حسين فهمي. بعدها بتتصاعد الأحداث وبتضحي عايدة اللي هي ناهد يسري يعني من أجل المال، وبتسيب حبها من الشخص الفقير وبتتجوز الشخص الغني، إلا أنها بتتعذب نتيجة بعدها عن عمر واللي هو الفنان حسين فهمي، اللي بعد كده اتجوز
من أخت سامي جيجي اللي بتحبه دون أن يبادلها أي شعور. يعني المهم إن احنا هنلخص الموضوع الفيلم ده في سطرين. واحدة فقيرة عايزة تخرج من عالم الفقر، فبتدور على ايه؟ بتدور على الرجل الغني. في نفس الوقت اللي بتدور عليه ان راجل يطلعها من حالة الفقر او زوج يطلعها من حالة الفقر، اتقابلت مع شخص فقير اللي هو اسمه عمر واللي اسمه الحقيقي حسين فهمي. طبعا هي قامت يعني مش عارفة تمشي ورا قلبها ولا تمشي ورا عقلها، ولكن في النهاية اختارت انها تمشي ورا عقلها واتجوزت من الراجل الغني واللي هو عادل ادهم، وسابت حبها من الشخص الفقير. طبعا بعد كده اتجوز حسين فهمي من اخته ونسي الحب القديم ونسي الفنانة ناهد يسري. ولكن الغريب في الموضوع ان الفنان الكبير حسين فهمي طلع في تصريح وقال ان من أسوأ الافلام اللي قام بالمشاركة فيها هو فيلم سيدة الاقمار السوداء. يعني مش الفنانة ناهد يسري اللي هي ندمان على المشاركة فيه، ولكن الفنان حسين فهمي قال انا ندمان على المشاركة. وفي نقطة يمكن اتكلم عنها كانت نقطة غريبة جدا، قال ان المخرج غير بعض المشاهد من الفيلم. ده التصريح اللي كان طالع بيه حسين فهمي. غير ازاي؟ طبعا هو ما وضحش، ولكن قال في بعض المشاهد اللي انا ما كنتش راضي عنها تم تغييرها بمشاهد تانية. طب ويا ترى المشاهد التانية اللي قام بتغييرها ما كانش قام بالتمثيل فيها حسين فهمي؟ طبعا قام بالتمثيل فيها، ولكن زي ما قلت في البداية كل نجم لما بيتعرض الفيلم بتاعه وبيتعرض لانتقادات قوية جدا بيبدأ ان هو يتبرأ ويقول لك انا ندمان على العمل اللي انا قمت بيه. ومش ناهد يسري او حسين فهمي اللي هم ندمانين على فيلم سيدة الأقمار السوداء، في نجمات كتير كانت في بعض الاعمال ليهم نقطة سودة في مشوارهم الفني، وده اللي هنعرفه خلال الفترة اللي جاية. اسيبكم دلوقتي في رعاية الله وانتظرونا في فيلم جديد مع نجمة جديدة مع حكاية فيلم جديد.